نسعد ونستقبل الفحول ونتمنى التوفيق لها وللعارضين وللملاك أجمعين. Ladies and gentlemen, please welcome the competitive stallions in the class. Let them in and good luck. نرحب بالجميع في آخر الفئات قبل البطولات على شواطئ الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية التي اختيرت فيها مدينة العلمين لتكون محتضنة لأول بطولة من بطولة الساحل الشمالي وتكون محطة من محطات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيول العربية. مع هذه الأجواء ومع نسائم الأمواج ولون البحر ما شاء الله المميز في هذه المدينة، اسمحوا لي أن أتداول معكم بعض الأبيات. لكن قبلها نقول يا عم يا صياد هات لي من السمك شعري واسمع كلامه وزون تأليفي ومن شعري، يا ما في البحر أنواع غير الشعري لكن في الكلام ما تلاقيش أحلى من شعري. عرف لي لأن هكلم عن الخيل، هقول يا راكب الخيل وفي لها الحقوق بر الأصيلة كما والديك برها، يا عشق انعشق والخيل معشوق يا معتي للعز يوم تمتطي ظهرها، خيل لي وصفتها أظل ملحوق ما شاعر بالوصف مزاياها أسرها، تزين والزين على الأصيلة لبوق، خيل
يا سبحان من صورها تسابق بخطاها حتى البروق مع هبوب الريح تلاعب شعرها صهيلها رعود والشعر مثل الشروق ما كل خيال حكم متعب جمرها راسها دايم بالسماء راسها دايم بالسماء فوق على فوق ما تنحني إلا للي خافق أسرها. إذن عز وكرامة وخيل مميزة الخيل العربية التي بالفعل كرمها سبحانه في ذكرها بالقرآن الكريم وهنيئا لكم ورب الخيل العربية. دعونا نودع هذه المجموعة من الفحول ونعود ونستقبل كل فحل على حدة. This is actually the last group of horses, last group of stallions, all beautiful ones. As you can see now, the last group is almost leaving the ring, but we will be excited to welcome each and every stallion. And we want to wish all those handlers, stallions, and owners the best of luck, inshallah. مع خروج هذه المجموعة من الفحول دعونا نستقبل الفحل الأول. We are ready to start with the first stallion. بطولة الساحل الشمالي لجمال الخيول العربية الأصيلة هي في محطة من محطات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي. البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024 كانت أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية لعام 2024 وكان ذلك بمنتزه ويلينغا بمنطقة باولي بوينت. وبعدها شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية والتي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 وحتى 16 مارس الماضي. بعدها جاءت مدينة سكوتسديل الأمريكية وكانت هي البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي. البطولة الرابعة أقيمت في الأول من يونيو بميدان الفروسية لو غراند باكي بمدينة فونتبلو الفرنسية وشهد المركز الوطني الدنماركي للفروسية البطولة الخامسة في 15 يونيو والآن نحن نشهد البطولة السادسة
من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. شكرا، نتابع مع الفحل التالي Next Piece. في هذه الفئة يتنافس 12 فحل كما رأينا في دخول الجماعي هذا أول الفحول. We have a total of 12 stallions in this last group and this is the first stallion. شكرا، نتابع مع الفحل التالي. Can we have the next stallion? بسم الله، نبدأ مع نتيجة أول المشاركين. الفحل رقم 148 فاخر المملكة من الأب بي سي أف فيجن والأم غالية عذبة المالك والمربي بمزرعة المملكة الهوية العربية 8.5 9 ثلاث مرات 9.5 9 و9.5 رأس العنق 8.5 وست مرات 9.5 برافو الجسم 7.5 8 7.5 7.5 8 ثلاث مرات القوائم 5.5 أربع مرات 6 5 6 الحركة 8 8.5 مرتين 9 8.5 ومرتين 9 فاخر المملكة يحصد 40.90 درجة برافو. A score of 40.90 for المملكة فارم and فخر المملكة. He is sired by PCF Vision out of غالية عذبة. شكرا، نتابع مع الفحل التالي Next Stallion please.
مع أن نتعرف الآن على ثاني النتائج وهي للفحل رقم 149 حكيم بسيوني مواليد 10/5/2016 ابن حكيم الشروق من الأم لوزة النقدية المالك والمربي مزرعة بسيوني الهوية العربية 8 و6 مرات 8.5 الرأس والعنق 8.5 مرتين 8 8.5 3 مرات و8 الجسم 7.5 8 7.5 القوائم 5 عند 5 حكام وبعدها 4.5 5.5 الحركة حكيم بسيوني 8 8.5 8 9 مرتين 8 8.5 ومجموع 37.60 في المركز الثاني المؤقت 37.64 حكيم بسيوني and it's already on the screen. Next, اللي بعده عودة إلى النتائج ونتابع معنا نتيجة الفحل 151 وهو عدوي الأصايل من الأبعز الأصايل والأم علي الأصايل الملك والمربي مزرعة الأصايل هوية العربية 8.5 8.5 9 9 8.5 9 و9 جمال الرأس والعنق 3 مرات 9 9.5 8.5 9.5 9 الجسم 7.5 4 حكام ثم 8 8.5 قوائم عدوي الأصايل 5.5 4.5 3 مرات 5 5.5 الحركة 8.5 مرتين 9 9.5 8.5 مرتين 9 مجموع عدوي الأصايل 39.40 يصبح في المركز الثاني المؤقت 39.44 الأصايل فارم أن عدوي الأصايل and the stallion now in second place temporary. شكرا نتابع مع الفحل اللي بعده we're ready for the next معي الآن درجات الفحل 150 طاهر بسيوني من الأب أموري رباب والأم عايشة باي رويال المالك ومربي مزرعة بسيوني هوية العربية 8.5 8 3 4 مرات 8.5 وأخيرا 8 الرأس والعنق 8 8.5 8.5 8 8.5 8 الجسم
سبعة ونص وثلاث مرات سبعة، سبعة ونص سبعة، وآخر درجة ستة ونص. القوائم أربع مرات خمسة، أربعة ونص خمسة، وخمسة ونص. حركة لطاهر بسيوني، أربع حكام عند درجة ثمانية ونص، ثمانية، ثمانية ونص، ثمانية، المجموع 37.10%. The result for stall number 150 for Basuni farm, Tahir Basuni, is 37.10. شكراً. تابع مع الفحل التالي. We're ready for the next. نعود إلى درجات ونتعرف الآن على درجات الفحل. 152 فواز المملكة، فواز من الأب بي سي أف فيجن، ومن الأم بارما المالك والمربي مزرعة المملكة الهوية العربية. لفواز 9.5 بإجماع سبع حكام، برافو. سبع مرات 9.5 الهوية العربية لفواز المملكة. جمال الرأس والعنق 9.5، تسعة، تسعة ونص، تسعة ونص، تسعة ونص، عشرة، تسعة ونص الجسم، ثمانية، سبعة ونص، ثمانية، سبعة ونص، ثمانية، ثمانية ونص، ثمانية. قوائم فواز المملكة خمسة ونص، خمسة، خمسة، خمسة ونص مرتين، ستة، خمسة ونص الحركة، ثلاث مرات تسعة، تسعة ونص، تسعة، تسعة ونص مرتين. المملكة وفواز المملكة صدارة جديدة وأعلى معدل 41.50. برافو. Very well done. The highest score so far in this class goes to المملكة فارم and فواز المملكة sired by PCF Vision out of ULZ بارما for المملكة فارم. شكرا لهذا الفحل. نستقبل التالي. Ready. Send in the next stallion please. Next to go.
للأسف. إذن استبعاد دكتور؟ أوكي. استبعاد لهذا الفحل. دعونا نستقبل التالي. Unfortunately, a lame stallion. So can we have the next, please? Next. مرة أخرى نعود إلى الدرجات ومع الفحل رقم 153 دهيم المهندس من الأب بي أي حفيد الصحراء والأم كي أف بولدلاس لمزرعة المهندس الهوية العربية. تسعها 3 مرات 8.5 مرتين 9.5 9 الرأس والعنق 9 8.5 9 مرتين 8.5 9 وآخر درجة 8.5 الجسم 8 7.5 7.5 7 3 مرات 7.5 قوائم 5 بإجماع كل الحكام حركة 8.5 9 9 9.5 9 مرتين 9.5 المجموع 39.30%. The result for stallion number 153 دهيم المهندس. On the screen, he is sired by P.A. Hafid Al Sahra out of K.F. Boldlas, owned and bred by Al Muhandis Farm. 39.30. شكرا. تابع مع الفحل التالي. Next please.
بالنسبة للفحل رقم 155 كان يعاني من العرج وتم استبعاده، نتمنى له فرصة أفضل في القادم. Stallion number 155 was a lame stallion. Unfortunately, it was eliminated. شكرا لهذا الفحل، نستقبل التالي. Ready for the next. نتابع مع نتيجة الفحل رقم 157 ببارز الفريدة، ببارز من الأب إمبريال بارز ومن الأم سلمى، والمالك ومربي مزرعة الفريدة. الهوية العربية لببارز الفريدة 9.5 10 10 9.5 10 10 9.5. جمال الرأس والعنق لببارز الفريدة 9.5 4 مرات و10 10 9.5. الجسم 8 8.5 8 7.5 8.5 8 8.5. قوائم ببارز 5.5 5.5 5 6 6 5.5. تعرف على درجة الحركة واللي راح تفصل المركز. ببارز الفريد الحركة 9.5 10 9.5 9 9.5 10 9.5. يا ترى كم الدرجة النهائية؟ أكيد صدارة جديدة لهذا الفحل ببارس الفريدة 42.70 وحاليا في الصدارة. برافو برافو، very well done. Nice score for الفريدة فارم ببارس الفريدة by Imperial Bars out of سلمى 42.70. شكرا لهذا الفحل، ونستعد الان لاستقبال اخر المشاركين. Ready for the last stallion in this class. Last to go. Let me see, get your name out.
آخر المشاركين في هذه الفئة يقف الآن أمام الحكام ونتابع مع النتائج. معي الآن درجات عياد البوادي من الأب الأيال AA والأم نور مصر المالك مزرعة الوليد الهوية العربية لعياد 8.5 مرات 9.9 8.5 الرأس والعنق 8.5 5 مرات 9.5 8.5 الجسم 7.5 مرتين 7 مرتين 7.5 مرتين و7 قوائم عياد البوادي 5.5 4.5 3 مرات 5 مرتين 5.5 الحركة 8 8 3 مرات 8.5 9 8 المجموع 37.90 3790 total points for stallion number 158 عياد البوادي owned by الوليد فارم عياد sired by الأيال AA out of نوريمس. وبينما يقف هذا الفحل آخر المشاركين تعرف على نتيجة وشراف وشراف من الأب حسن أشرف والأم وريشكا المالك مزرعة خطاب هوية العربية لوشراف 9.5 9 9.5 9 9.5 9 الرأس والعنق 3 مرات 9 9.5 9 9.5 9 الجسم 8 4 مرات 7.5 8 7.5 قوائم وشرف 5.5 5.5 4.5 5.5 4.5 5.5 مرتين الحركة 3 مرات 9 9.5 8.5 9.5 9 مجموع وشرف 40.10% والمركز الرابع المؤقت أسكور 40.10 for الفارم الخطاب فارم أند وشرف good so far for fourth place وشراف sired by حسان أشراف out of worries. حتى الآن إذن يبقى بيبرس الفريدة متصدر المجموعة 42.70 وفي المركز الثاني المؤقت فواز المملكة ب 41.50 وبانتظار نتيجة آخر الفحول. Leading this class with a score of 42.70 so far is stallion number 157 and in second so far stallion number 152 and we have one more result. تابع الآن مع آخر الدرجات وهو الفحل رقم 160
دي حيدر من الأب رويال كولرز والأم هارتس أمبرس المالك مزرعة الفريدة. هوية العربية لهذا الفحل 9 مرتين 9.5 4 مرات 9، الرأس والعنق 3 مرات 9 3 مرات 9.5 9، الجسم 8 3 مرات 7.5 8 7.5 8، القوائم 6 مرات 5 و5.5، الحركة 9 8.5 9 9 8.5 9 8.5، والمجموع 39.70 لآخر الفحول. We can show you now the result of the last stallion. دي حيدر sired by Royal Colors out of Hearts Empress owned by الفريدة 39.70. ننتقل إلى المراكز، وألف ألف مبروك للفحول ومبروك للملاك. ببارز الفريدة المركز الأول، فواز المملكة المركز الثاني، فاخر المملكة المركز الثالث، وشراف المركز الرابع، دي حيدر المركز الخامس. Ladies and gentlemen, please show your support for the winners of this class. Stallions number 157, 152, 148, 159, and 160. نستقبل ما إياكم الفائزين في آخر الفئات، وبعد تتويج هذه الفئة سيكون هناك استراحة لمدة نصف ساعة، نعود بعدها للبطولات. So as you can see ladies and gentlemen, those are the lovely winners of the last class, and after the prize ceremony we'll be breaking for 30 minutes. مبروك لكم جميعا، ونستعد لاستقبال الفنانة المهندسة المميزة أستاذة منى المقداد سبونسر لهذه الفئة، وهي للأمانة تضع لمساتها دائما في أحلى التروفيز والكؤوس، صاحبة التروفيز بذوق وأصابع وأنامل ذهبية. خلينا نرحب بالفنانة المهندسة منى المقداد، تفضلي معنا للتتويج. رحب ترحيب رائع بالفنانة المهندسة منى المقداد سبونسر لهذا الشوط، وصاحبة التروفيز وصاحبة الأنامل الذهبية. شكرا لذوقك دائما وتميزك في صناعة التروفيز. خلينا الآن نبدأ معها بتتويج الفحل 160. مبروك لدي حيدر، مبروك للفريدة in fifth place. تالي نمبر 160 دي حيدر، congratulations.
مبروك المركز الرابع للفحل رقم 159 وشرف. نبارك لمزرعة خطاب فورث بليس فور خطاب فارم ذيس از وشرف. إلى المركز الثالث ونبارك للفحل رقم 48 مبروك لفخر المملكة ومبروك لمزرعة المملكة. مزرعة المملكة حققت المركز الثالث بفخر المملكة وأيضا المركز الثاني بالفحل رقم 152 وهو فواز المملكة. كونغراتوليشن فور المملكة فارم فور third and second place. third with فاخر المملكة, second with فواز المملكة. مبروك لفواز المركز الثاني ولمزرعة المملكة تأهل للبطولة. ونتجه الآن لتتويج ببارس الفريدة في المركز الأول. ألف مبروك لمزرعة الفريدة, مبروك لببارس المركز الأول وتأهل للبطولة. The winner of this class is stallion number 157 ببارس الفريدة and he is qualified for the championship. Congratulations. مبروك لكم جميعا والشكر والتقدير للفنانة المهندسة منى المقداد. شكرا لوجودك معنا اليوم وشكرا للمساتك الرائعة دائما في صناعة التروفيز. Thank you. Congratulations to you all. Half an hour break and then we'll be proceeding with championship. أعزائنا نتوقف الآن 30 دقيقة ونتابع بعدها مع البطولات. 30 minutes break.